للشباب ديال الأسرة المعاصرة خلال اليومين حاولوا باش يشتغلوا لشباب الأسرة المعاصرة حاولوا أنهم يشتغلوا هاد اليومين هادي وركزوا عليهم باش يديروا لهم واحد التحليل والكلمة ستكون تمحور بعنوان أزمة المشاركة السياسية تعيق التنمية السياسية في المغرب. تعتبر المشاركة السياسية أحد عناصر التنمية السياسية وتعد مؤشرا قويا للدلالة على مدى تطور أو تخلف المجتمع ونظامه السياسي. وتقترن التنمية السياسية بنوع العلاقة بين المؤسسات السياسية والمشاركة السياسية. وتعتبر المشاركة السياسية للشباب أهم أزمة تواجه عملية التنمية السياسية بالمغرب لما لها من تأثير في إرساء البناء المؤسسي للدولة. ومن مظاهر هذه الأزمة نجد العزوف عن العمل السياسي والتغيب عن العملية الانتخابية. ورغم أن شروط أصبحت أكثر توافرا على سبيل المثال للحصر التصويت إلى 18 سنة اتساع مجال الحريات العامة فسح أكبر لحرية التعبير مناخ يوفر أكثر حدود متساوية لجميع الأطياف السياسية لتحمل مسؤولية الشأن العام إلا أن في أعراض من الشباب وتبلغ 98% لأي حزب مع العلم أن نسبة الشباب تتجاوز 36% من أفراد المجتمع المغربي وكذلك نسبة التصويت ما زالت ضعيفة. من هنا يطرح الإشكال العريض ما هي أسباب نسبة المشاركة السياسية لشباب المغرب؟ وفي كلمتنا هذه سنحاول تشخيص أزمة مشاركة الشباب السياسية معتمدين على منهج وصفي تحليلي يعتمد على طرح المسألة كظاهرة اجتماعية ذات طبيعة مركبة تتدخل فيها السياسة مع الاقتصاد مع التقاليد. ولنكون أكثر منهجية وموضوعية سوف نقوم أولا بتوطئة نظرية نحدد فيها مفهوم التنمية السياسية ومفهوم المشاركة السياسية. التنمية السياسية التنمية السياسية تعريف متعددة لكن التعريف الذي اتفق عليه علماء السياسة يعرف هذا المفهوم حسب 5 مدلولات. مدلول قانوني يهتم بالبناء الدستوري للدولة بمعنى أسس الديمقراطية بكل أبعادها. مدلول اقتصادي يعني تحقيق نمو اقتصادي يتوافق تطلعات الشعب الاقتصادية. مدلول إداري ضرورة وجود إدارة مواطنة ملتزمة باحترام مبادئ المشروعية الإدارية والقانونية مع تحقيق شروط فعالية والكفاءة العقلانية. جماهير للمشاركة عدم تركيز السلطة في يد هيئة واحدة وتحقيق الفصل بين السلطة قيام السلطة على أسس عقلانية رشيدة نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتها الحقيقية والتعامل معها تعاملا رشيدا. ونلخص هذه المؤشرات في كون التنمية السياسية تمثل استجابة النظام السياسي للتغيرات البيئية والمجتمعية والدولية وبالذات استجابة النظام لتحديات بناء الدولة وبناء الأمة والمشاركة السياسية. والمشاركة السياسية هي تلك الأنشطة السياسية التي يشارك بمقتضاها أفراد المجتمع في اختيار حكامها وصياغة السياسة العامة بشكل مباشر وغير مباشر، أي أنها تعني مشاركة الفرد في مختلف مستويات النظام السياسي. والمشاركة السياسية تعني في أوسع معانيها حق المواطن في أن يؤدي دورا معينا في عملية صنع قرار سياسي، وتعني في أضيق معانيها حق ذلك المواطن في أن يراقب هذه القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من الحكومة. تجدر الإشارة أن هناك فرق بين المشاركة والاهتمام والتفاعل. فالاهتمام يعني عدم السرية بحيث يشعر المواطن العادي أن الدولة والشؤون العامة والقرارات السياسية ترتبط بحياته ووجوده الذاتي تأثيرا وتأثرا. أما التفاعل فإنه يعني التجاوب بحيث ينسى المواطن ذاته في نطاق الوجود السياسي. يعتبر التفاعل حلقة الوصل بين الاهتمام والمشاركة، فالاهتمام قد يؤدي إلى التفاعل في حين المشاركة تفرضه. وتعد المشاركة السياسية العصب الحيوي للممارسة الديمقراطية وقوامها السياسي والتعبير العملي الصريح لسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع ونظامه السياسي. وللمشاركة السياسية درجات اتفق عليها علماء السياسة وهذه الدرجات هي تقلد منصب سياسي، السعي لشغل منصب سياسي أو إداري، العضوية النشيطة في تنظيم سياسي، العضوية العادية في تنظيم سياسي، العضوية النشيطة في شبه تنظيم سياسي، العضوية العادية في شبه تنظيم سياسي، المشاركة في المناقشات السياسية غير رسمية، الاهتمام العام بالأمور السياسية والتصويت. وتتجلى أهمية المشاركة السياسية في أنها الآلية الأساسية في إرساء بناء المؤسسات للدولة والتحديد السياسي ونقص انعدام المشاركة السياسية
خاصة يخرب الشباب ويؤدي إلى تخلف المؤسسات السياسية وعزلها عن تلبية مطالب الفئات الجديدة وطموحاتها وعدم مواكبتها للتغيرات السياسية الاجتماعية ومن ثم تفقد شرعيتها بل يذهب أستاذ العلوم السياسية صامويل هيتينغونز إلى اعتبار العزوف عن المشاركة السياسية يهدد استقرار النظم السياسية حيث يقول في كتابه المشاركة السياسية المشاركة السياسية هي إنتاج العمليات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتحديث وتأثير التحديث على الاستقرار السياسي ينعكس من خلال التفاعل بين التعبئة الاجتماعية والاقتصادية وبين الإحباط الاجتماعي وبين المشاركة السياسية والمؤسسة السياسية وفيما يخص أزمة المشاركة السياسية للشباب المغربي تتجلى في تدني معدلات مشاركة الشباب في الحياة السياسية التي أدت إلى حدوث أزمة في التنمية السياسية في المغرب كانعدام روح المواطنة مثلا والأسباب متعددة ومتداخلة منها ما هو سياسي وما هو مؤسساتي وما هو اقتصادي وما هو اجتماعي ومن بين هذه الأسباب نذكر غياب التطابق بين المبادئ الإيديولوجية والمواقف والبرامج والنصوص القانونية والممارسات السياسية الملموسة التي صحبها تفشي الفساد الإداري والسياسي مشاركة غير فعالة من قبل القوى السياسية حيث معظم الأحزاب لا تظهر إلا أثناء العملية الانتخابية بهدف تأديس أدوار معينة والحصول على الرأي الانتخابي لجوء القوى السياسية إلى التعبئة لغرض واحد فقط هو خلق مساندة دون التعبير عن رغبة في جعل الشباب يشاركوا مشاركة حقيقية نابعة عن الاهتمام بما يجري في المجتمع السياسي سيطرة الشيوخ على المناصب القيادية وانعدام روح الجماعة ضعف حركة طلابية وركود ممارسة السياسية داخل الجامعات المغربية غياب القيادية في وسائل الإعلام المغربية خاصة المرية حيث نجد وسائل الإعلام محتكرة من قبل الحزب الأغلبي وتطرع على المجتمع انعكاسة رغبة السلطة السياسية كما تنشر هذه الوسائل رسائل ذات اتجاه واحد وليس نتاج التفاعل بين الأطراف المختلفة في المجتمع بمن فيهم الحاكم والمحكوم وبالتالي تظل الرسالة الإعلامية عاجزة عن أداء دور حقيقي يسهم في بناء التنمية والمشاركة السياسية. العضوية المتحركة وهي ظاهرة انشقاق حيث تواجه الأحزاب سلسلة من التمردات والاحتجاجات والاستقالات مما يعطي انطباعا لدى الشباب حول ضعف الالتزام الحزبي وإخفاق هذه الأحزاب في التوغل داخل المجتمع بالإضافة إلى غياب الديمقراطية في الحياة الداخلية للأحزاب. التنشئة الاجتماعية المغربية حيث لم تستطع أن تلعب دورا إيجابيا في تكوين نار ناشئة تنتظر إلى السياسة بصورة حسنة ولنبدأ بأهم مؤسسة اجتماعية وهي الأسرة. حيث ورثت الأسرة المغربية لأبنائها نظرتها للسياسة المختلجة بالريبة والخوف والشك وأسقطت بذلك بشكل غير واعي الماضي على الحاضر. وأخيرا الخبط السياسي المتمثل في تسييس الدين للسيطرة على عقول الناس حيث يلجأ بعض الجماعات والأحزاب لتغليف أفكارهم بالخطابات الدينية مما يخلق ما يسمى بقابلية الاستواء بمعنى سرعة التصديق دون نقد أو مناقشة مما يخلق نوع من التعصب والكراهية تجاه بعض الأحزاب حيث يمد التعصب صاحبه بأسباب وهمية تفوت عليه فرصة البحث والمعرفة والتجربة وشكرا.